اهتز علته الموصل نعم بكلام يعني نعم. كثيرا شفت على السوشيال ميديا هوي. ليش وجه عباس يحشي على الموصل نعم. ليش كذا وكذا نعم. تعرف التفاصيل نعم. الناس كلها تعرف نعم. تفاصيل يا ريت نعرف ليش تكره الموصل اولا واهل الموصل يعني. اول شيء اثبات النفي صعب يعني انت لازم تثبت ان انا اكرههم قبل ان اثبت ان انا احبهم هاي هذا التساؤل الناس اي ودا اتكلم وياك يعني نعم. هاي موضوعيه انا تكلمت عن الموصل حينما كانت تحت سيطره داعش وكان الأخوة الموصليون حملوا حقائبهم وودعوا الموصل بدموعهم وذهبوا إلى كردستان وإلى أي كان هم عزة أنا تكلمت عن تلك اللحظة لأنني بديت بالبرنامج ما قبل سبايكر وانتهيت يعني بيوم الانتخابات فأنا من تكلمت قبل 8 أشهر ولم أتكلم الآن أنا ما تكلمت أنا قلت لأن طلع لقاء في إحدى القنوات واللي هي قناتكم المباركة نعم. بين الزميل أنور الحمداني وبين انتفاض قنبر قال إحنا نريد الحشد يصير عمالة ويبنون الموصل كما خربوها بما ما معنى هذا فأنا قلت له ليش دائما ينظر لنا الآخر على أن إحنا عمالة شنو أهل الجنوب بس عمالة لو طواسل أو لباخة إحنا أنتوا عفتوا مدينتكم إحنا رجعنا لكم أهم بدمائنا هي مدينتكم مدينتنا يعني كل المدن هسه مو انت تسألني وانا خلنا اجاوبك مدينتكم ما احب هذا التسلل لا يعني. انا دا اقول لك دا اقول لك انا انت قلت لي شلون تكلمت فانا تكلمت في هذه القضيه انه لا ينظر الينا الاخرون على اننا عباره عن عماله وطواسل زين نحن عراقيون اعطينا دمنا من اجل الموصل من اجل ان تعود لكم فقلت له البسطال مال الحشد هذا له قيمه وقدسيه في داخل كل مقاوم شريف يحب وطنه ويدافع عن وطنه فأنت إذا تصورني أنه أنا أروح الآن أبني ما خرب داعش الآن في هذه اللحظة لا إحنا عندنا البسطال هذا شيء قدسي ويسوى الموصل ولم أقل للطين مجان ولم أقل أهل الموصل أنا أنظر إلى الإنسان على أنه قيم الموصل هل تاريخ وحضارة لا كانت الأرض وعالم. كانت الأرض أرض ضرار مسيطر عليها من قبل داعش وأهلها تركوها وذهبوا والذي بقي أصبح داعشيا يعني خلينا نتكلم خلي النقاط على الحروف كنت تحدد أهل الموصل لا حاشا لله أنا ما قلت أهل الموصل قلت الموصل عبارة عن أرض ضرار أرض ضرار لا المسمى من أقول أنا بغداد كذا حق النبي صلى الله عليه وآله ليش هدم المسجد وموت كان بيت الله لو لا بس عرفه أنه مسجد ضرار وهدمه وآية قرآنية موجودة يعني أسيء فهمي في هذه القضية لأنني دائما ما أقول أنني أنظر إلى الوطن على أنه المواطن زين المواطن قبل الوطن إحنا نقول ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة إن شاء الله شو توجه كلمة أهل الموصل طبعا أهل الموصل أهل الموصل أهلنا وأنا أعتذر لسوء الفهم الحاصل من قبلهم أنني لا أعني أهل الموصل الموصل حبيبة الجواهري وهي التي أولدت أبو تمام وهي التي أولدت أبو إسحاق الموصلي والتي أولدت هذا التاريخ العريض الطويل لهذه المدينة الرائعة ولدي أصدقاء كثر في الموصل كاميرا شو تقولهم شو تقول لأهل الموصل والله تحية لأهل الموصل وأعتذر عن سوء الفهم الذي حصل في كلامي وربما كان كلامي كان ربما كانت فورة غضب عصبية. كما قلت فورة غضب لكنني أحب الموصل وإذا كان هناك أخ موصلي يعني متأذي من كلامي فأنا أعتذر منه شخصيا